الرحمن الرحيم. بعدما قمنا في فيديو سابق بالتعقيب على أهم خرائط التاريخ، سنقوم في هذا الفيديو بالتعقيب على أهم خرائط الجغرافيا. أهم خرائط الجغرافيا هي الدول المنتجة والمصدرة للبترول، وكذلك الدول المنتجة والمستوردة، الدول المصدرة والمستوردة للغاز، الدول المصدرة والمستوردة للقمح، دول البنيليكس، الدول الموقعة على معاهدة روما 1957، جميع دول الاتحاد الأوروبي، دول منطقة شرق وجنوب شرق آسيا، ونخص بذلك التنينات والنمور، ومجموعة الثمانية. أول الدول المنتجة والمصدرة للبترول، يعني الدول التي تحتوي على البترول في أراضيها وتقوم بتصديره، هي الجزائر، السعودية، العراق، وإيران. أهم الدول المنتجة والمستوردة، يعني الدول التي تملك البترول على أراضيها وتقوم باستيراده، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، وكذلك كندا. أهم الدول المستوردة للبترول، أولها أستراليا، ثانيا اليابان، ثالثا البرازيل. بعدما أتممنا الدول المنتجة والمصدرة للبترول، ننتقل إلى الدول المنتجة والمستوردة للغاز. أهم الدول المنتجة والمصدرة للغاز هي روسيا، الجزائر، كندا. أهم الدول المستوردة للغاز هي الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، فرنسا، و إسبانيا. أهم الدول المنتجة والمصدرة للقمح، أول دولة هي الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، أستراليا، وكذلك الأرجنتين. أهم الدول المستوردة للقمح هي الجزائر، كذلك مصر، كذلك اليابان. بعدما أتممنا الدول المنتجة والمصدرة لجميع هذه المواد الحيوية، ننتقل إلى خريطة أوروبا ودول الاتحاد الأوروبي. أول نموذج للاتحاد الأوروبي كان باتحاد ثلاث دول عام 1944، وهو اتحاد البنيليكس. كلمة البنيليكس تنقسم إلى ثلاث أقسام، ونعني بها الأحرف الأولى من أسماء الدول، بي أو ونعني بها بلجيكا، أن أو ونعني بها هولندا، لوكس ونعني بها لوكسمبورغ. ومكان هذه الدول كما نلاحظ هو بجنب بعضها، مما سهل من إنشاء هذا الاتحاد الجمركي عام 1944. بعدها عام 1957 اللي هي معاهدة روما، انضمت إلى دول البنيليكس، انضمت إليهم ألمانيا، كذلك فرنسا وإيطاليا. عام 1973 انضمت كل من بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، انضمت كذلك إيرلندا والدنمارك. في عام 1981 انضمت اليونان إلى الاتحاد الأوروبي. عام 1986 انضمت كل من إسبانيا والبرتغال. عام 1995 انضمت النمسا، انضمت كذلك السويد وفنلندا. في عام 2004 وشهد انضمام 10 دول، أولها إستونيا، كذلك ليتونيا وليتوانيا، التشيك، سلوفاكيا وسلوفاكيا وبولونيا وسلوفينيا، وكذلك المجر، كذلك قبرص ومالطا اللي هي أصغر دولة في الاتحاد الأوروبي، وكذلك رومانيا وبلغاريا. في عام 2007 انضمت رومانيا وبلغاريا للاتحاد الأوروبي. آخر دولة انضمت للاتحاد الأوروبي وهي كرواتيا عام 2013. بعدما أتممنا دول الاتحاد الأوروبي،
ننتقل إلى أهم الأقاليم الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي. أول إقليم اقتصادي وهو إقليم باريس ويقع في فرنسا، إقليم الروهر ويقع في ألمانيا، إقليم مدريد ويقع في إسبانيا، إقليم لشبونة ويقع في البرتغال، إقليم لندن ويقع في بريطانيا، إقليم موست شارلو ويقع في بلجيكا، إقليم ستوكهولم ويقع في هولندا، إقليم أمستردام، إقليم ستوكهولم عفوا يقع في السويد، إقليم أمستردام ويقع في هولندا، وإقليم البو ويقع في إيطاليا. وأهم إقليم في الاتحاد الأوروبي هو إقليم الراين، الذي يمتد من شمال إيطاليا إلى جنوب بريطانيا، مرورا بدول البنيليكس وشرق فرنسا وغرب ألمانيا. لتحديد إقليم الراين يكفي رسمه بهذه الطريقة. هذا هو إقليم الراين. بعدما أتممنا دول الاتحاد الأوروبي، ننتقل إلى دول منطقة شرق وجنوب شرق آسيا. في هذه المنطقة يهمنا 10 دول، 4 دول من التنينات، 4 دول من النمور الآسيوية، بالإضافة إلى الصين واليابان. الصين وهي أكبر دولة في هذه المنطقة. اليابان، هذه هي اليابان. أول دولة في التنينات الآسيوية هي كوريا الجنوبية. الدولة الثانية هي تايوان، جزيرة تايوان. الدولة الثالثة هي مقاطعة هونغ كونغ وتقع في الصين. الدولة الرابعة وهي سنغافورة وتقع في جنوب ماليزيا. دول النمور الآسيوية وهي كالآتي: الفلبين، اندونيسيا وهي أكبر دولة في المنطقة هذه، اندونيسيا. عندنا تايلاند وكذلك الماليزيا. عفوا على الانقطاع، بعدما حددنا اندونيسيا نحدد تايلاند وماليزيا، آخر دولة في هذه المنطقة، منطقة شرق وجنوب شرق آسيا. ننتقل إلى آخر محور في تعيين على خرائط الجغرافيا، وهي مجموعة الثمانية. ماذا نعني بمجموعة الثمانية؟ مجموعة الثمانية هي مجموعة الدول الأكثر تطورا في العالم، ونخص بالذكر الولايات المتحدة، كندا في القارة الأمريكية. في أما في القارة الأوروبية فهناك فرنسا، ألمانيا، بريطانيا وإيطاليا، وكذلك روسيا. أما في القارة الآسيوية نذكر اليابان. نتمنى أن أكون قد قمت بالتعقيب والشرح المفصل لجميع الدول في